اتيكيت لبيئه واداب المجتمع مع نادين ظاهر، وين ما كنا باي مناسبه في لبيئه معينه ضروري انه تكون، مش ضروري تكون اتيكيت يعني هيك مدروسه واحد وواحد بيعملوا اثنين، في الواحد يكون عنده هيك شخصيه لبقى يعني بالتصرف مع ناس. بونجور. بونجور. اكيد هي اداب وقواعد وسلوك الانساني بيتصرفها بالمجتمع باي مكان. هلا قديش هو بحب انه يتمادى فيها بيعطي هالشيء مثل نوع من شخصيه محببه، فانت في ناس بتطلع فيهم بتقولي مش معقوله شو هالشخصيه اللبقه، اللباقه اكثر بترتبط كاتيا بالكلام، بس في ناس بتقولي شو عنده لياقه، شو عنده حضور، شو عنده شياكه، هيدا شكله هيك كثير مرتب، كل هيدولي بتدخل بالاتيكيت، بعدين وقت اللي بيصير الانسان هيك عنده جالانتري يعني نوع من الفروسيه الحلوه، كمان هيدا احلى واحلى. بصير لايف ستايل بعدين. بصير لايف ستايل، وبعدين مش مفترض ابدا انه يكون تمثيل، كثير ناس بتفكر انه الاتيكيت هو تمثيل، يعني اليوم انا بلبس ثوب الاتيكيت وبروح فيه لمحل، وقت برجع على البيت بشلحه، او وقت بروح على محل اخر بشلحه، لا، هي المفروض يكون واحد تصرفات متاصله، ومثل ما بيقولوا ان فرونسي انه ا فورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون، قد ما بتعلمي الولد او تعلمي الشخص انه يتصرف بهالطريقه، بيصير عنده اياها نوع من التصرف التلقائي من بحياته. اليوم بدنا نشوف اتيكيت التعازي بالاول، بلكي منبلش باللبس. اكيد. هلا طبعا نحن بنتوجه بالتعازي لكل الاشخاص اللي فقدوا ناس بالانفجار امبارح، وكل الاشخاص وحضرتك منهم كمان اللي عم يفقدوا. التعازي مثل ما قلت من يومين، الموت هو حق، والموت هو سلسله من سلسله الحياه، مثل ما بنروح بنهني بولادي بنروح بنعزي، واثنيناتهم هن مناسبات اجتماعيه يجب انه نعرف نتصرف فيها. اولا اللبس، اللبس يجب ان يكون محتشم، صرت اكثر من مره حكي في الموضوع، الاحتشام يعني ممنوع يكون بلا كم. للأشخاص اللي عم بيتقبلوا التعازي بشكل خاص بالأول بيسألوني، طب أنا إذا عنا نحن تعازي بالبيت هل في حدا من الصبايا أو البنات يعني من عمر 18 سنة وطلوع، يجب أن يكون اللبس على الأقل نص كم أو كم طويل. أنا بفضل طبعاً كم طويل، تيار بانتالون أو تنورة للركبة أو أعلى بأربع أصابع، ويستحسن أن يكون بانتالون لأنه بتعرف وقتها بتقعدي وبتوقفي كل النهار، فهيدا أريح شيء أنك تكوني لابسة بانتالون. فالسيدة بكل حياتها مفروض يكون عندها تيار واحد على الأقل أسود، بنسميه نحن تيار الرسمي يلي بينلبس وين ما كان، بيكون عبارة عن جاكيت وبانتالون مع القميص تحته، في يكون إذا كان الشخص اللي توفى كتير كبير بالعمر نسمح بإدخال أسود وأبيض، يعني شوية أبيض، أو عند الطوائف الدرزية بحطوا شلحة بيضة، نحن بنحط أسود إجمالاً، يعني المسيحية والإسلام ما بيحطوا ما عندهم هيدي العادة إلا إذا كانوا محجبين، فإذا هيدي العادة الشلحة البيضة دايماً موجودة، هيدي خاصة بالعادات والتقاليد أكثر، فإذا تيار بانتالون وجاكيت، ومن ثم يجب إنه يكون مغطى على الأقل إلى هيدا الحد، يعني مش مسموح تروح تعزي حدا ويكون الصدر كتير مفتوح، أو يكون كمان التنورة كتير قصيرة، أو يكون هون يعني بلا كم. بعدين حتى الماتيريال، يعني حتى نوعية القماش، الابتعاد عن الجلد، الابتعاد عن الشفاف، الابتعاد عن الدانتيل، هيدولي بيتركون بس للسهرات، فأنت وقتها بتروحي بتفكري أنك بدك تلبسي لبس للعزة، نلبس الكولون الأسود بكل الأحوال إذا كنا نحن أصحاب العزة، إذا نحن رايحين نعزي نقدر ما نلبس كولون أسود، وحتى إذا لابسين بانطالون نغطس بالأسود. نحن اليوم
ما فينا نستقبل أشخاص من عمر معين هن لابسين مظبوط ونحن منا لابسين بشكل صحيح. هذا الشيء ممكن يؤذي النظر ويخلي الناس أنه تفكر أفكار منا كتير جيدة. نعم. ترتيب الشعر، المكياج، أنت إكزاكتلي. بس حطينا، بس خلص هذا يعني الشغلة كتير ضروري ننتبه، لأنه نحن وقتا بنلبس كمان ما نلبس إشياء فيها فضة مفضفضة، يعني فيها بايات. لقلك الصراحة أكيد أنا وياكي شفنا أشياء كتير عيد هيك. هلأ اليوم عم نحكي عنها الجزدين كمان بنستعمله بشكل كتير، بيكون شيء كتير صغير، مش منفوت بجزدين هالقدي. ما علي شيء، إذا رايحين على واجب عزا ننتبه لهالتفاصيل ويكون عنا إشياء جاهزة. إسكربينات كمان ما بتكون من هدول، والبوتينات كلياتهم، هدول أمور يجب أنه نمتنع عنها. الكلاسيك لوك هو الأسلم، أو الشكل الكلاسيكي هو الأسلم للعزاء. بعدين الذهب والمجوهرات كمان أقل ما فينا نستعملها، المعزي واللي عم بيتقبلوا العزاء اثنيناتهم بنجرب أنه نبتعد عنه، خصوصا الأشياء اللي بتخشخش. يعني أنا عم بشوف أشياء فعلا كتير السيدة فيها بس أنه تكتفي بالسوليتير ومحبسها وساعة، مش ضروري أبدا أنه ينزل يعني نطلع الخزنة نفتحها ونحطها علينا، لأنه هيدا مكان فيه له حرمة، الموت له حرمة. بالأشياء الحلوة بالفرح يعملوا اللي بدهم إياه، إنما بالأحزان يستحسن أنه نحن نمتنع عن هيدي الأشياء اللي ممكن تعمل تشتت للأشخاص اللي هن موجودين. بعدين وقتها منفوت على العزاء منشيل العوينات لو سمحتوا، إن كنا سوبر ستار أو كانوا أشخاص كتير مشهورين، إذا كان نحن ما بدنا نعزي ونتطلع بعيون الشخص اللي عم بيتقبل العزاء فرجاء ما نجي، حتى لو كنا مين ما كنا. يعني أولا مش معقول يكون حدا عم بيصور وقت اللي منفوت على العزاء، منفوت بشكل محتشم ومحترم، منشيل العوينات. أصلا ممنوع العوينات ولا الشابو ولا الكاسكات بأي مكان مغلق، فلهالسبب نحن منشيلهم ومنفوت. الحمرة أو المكياج أنا رح أحكي عنها اليوم، لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا راجعين من شغلهم، ففينا نكون حاطين مكياج خفيف، إنما بنمسح الحمرة أول ما منفوت. وإذا كنا مش من أهل الفقيد فمنقدر ما نشيل الفيرني، رغم أنه إذا كنا من أهل الفقيد فيجب أنه نشيل الفيرني وما يكون في عنا المكياج، بيكون كتير خفيف إذا كنا قادرين نحط مكياج. يعني في ناس ما الفيرني ما لازم يكون موجود أو ما لازم يكون ملون، يعني يكون إيه، يكون كولر شير أو أنه يكون لون سيمبل، يعني مثل اللي حضرتك حاطتيه، إنما أحمر والألوان اللي كتير مفرقة لا مش مفروض. فإذا والمكياج تقدر السيدة إنها تحط مكياج كتير خفيف إذا حابة وإذا قادرة وإذا نفسياً تتحمل هيدا الشيء، مش غلط ابدا. مش دائما نحن عم نحكي على فاجعة، يعني اجمالا وقت بيكون في الفقيد كتير صغير او بالعمر او طفل، بتصير الاجواء مختلفه، بتصير الاجواء مختلفه طبعا. طيب الرجال عندهم كمان دريس كود؟ اكيد دائما يجب انه نحن انا بلبنان الرجال شوي بياخذوا حريتهم اكثر، راحتهم، وانا ضد هيدا الموضوع اجمالا. اليوم نحن اللي عم نشوفه، عم نشوف انه تقبل التعازي باماكن دينيه، نحن بالكنيسه، والاسلام في عندهم مثل محلات كمان الى كونوتيشن، يعني الى مدلول اذا بدك ديني. وبالبيوت اجمالا اذا كان عند الاسلام بيكون كمان في القران الكريم عم بيتلو، فلهالسبب الرجل يجب ان يكون اللبس تبعه محتشم. انا بقول دائما بدلي تتراوح من سوداء وكحليه ورمادي غامق. الكرافات مفروض تكون غامقه، مش مفروض تكون فاتحة. بيقدر يحط أزرق، بيقدر يحط يعني أي كرافات غامقة، مش ضروري يكون حاطتها سوداء إلا إذا كان من أهل الفقيد. في كحلة يكون الألوان الغامقة، بس ما فينا نروح نعزي بكرافات لونها حمراء أو كرافات لونها موف، هذا الشيء مش صحيح. وإذا حاطين هيدي الكرافات ورحنا مثل ما صار مبارح، يعني شفنا كتير ناس، يستحسن أنه تنشال،
يعني انا بفضل انه يكون تنشال الكرافات على انه تكون الكرافات. يعني لقيت انا في اشخاص كانوا لابسين كرافاتات حمر كان بيقدر يشلوها وتنضب لانه مش قادرين يجيبوا كرافات تانية. هلا نحن دائما بنقول وخصوصا لرجال الاعمال بالمكتب عندهم دائما مفروض يكون في بدله بنسميها نحن البدله الرسميه جاهزه، لانه ما بنعرف شو بنكون لابسين، امتى بدنا نلتقي، مش ضروري بس عزا، ممكن يكون جاي لعنا حدا كثير مهم حابين انه نحن نلبس على على يعني سيدات الاعمال كمان يعني. وطبعا سيدات الاعمال اذا اجمالا وقت بيكونوا بمكان العمل دائما بيكونوا لابسين بنسميه نحن ذا بروفيشنال لوك، يعني اذا كان ممكن ما يكون لونه لايق للمناسبه لو اكيد كان اكيد اذا كان اذا بتقدر يعني يستحسن انه يكون في عندها دائما انسامبل مثل ما قلت اسود جاهز مع شميز بيضاء اذا كانت مش كثير من قريبه من الفقيد. هلا مثل ما صار امبارح اكيد مفروض انه الناس مثل ما بيقولوا بتغطس بالاسود لانه غير انه الانفجار وهذا في حاله حزن كثير عامره، نتامل انه ما بقي يعني نفوت عليها. هلا الزياره اكزاكتلي شو بنقول؟ اول كيف بنسلم؟ لانه هذا السؤال اللي كثير بسال انه دغري بس بروح عن الاشخاص هن اصحاب العزاء، خاصه انه هلا ما بقى يكونوا يعني مش دائما بيكونوا موجودين بنفس المكان، بيكونوا بلكي بالصالون موجودين بمكانين مختلفين. صحيح. هلا اول ما بنفوت على المكان بنبلش من اليمين للي بيوقف، من يقف الى اليمين بنسلم عليه حتى لو لم يكن هو من أهل العزاء. فإذا من يقف إلى اليمين منبلش نسلم عليه، ومن لا يقف اللي قاعد ما منسلم عليه. ليه؟ لأنه هني بيعرفوا حالهم، أهل الفقيد بيعرفوا حالهم، نحن مش ضروري نكون نعرف كل الناس، ممكن ما نكون نعرف إلا شخص نعرف واحد. فإذا نحن منبلش على من اليمين إلى الشمال منسلم، إن شاء الله بتسلموا بقية بحياتكم كل شيء. الامتناع عن التقبيل لانه بتعرفوا الاهل الفقيد بيكونوا كثير تعبانين، يعني بتعرفوا وقتها بتبوسي انت فوق يعني في ناس بيجينوا كثير اشخاص، فبيكون بيصير التقبيل كثير مزعج، يعني فينا بس نسلم. والشخص يلي هو بحب انه يبوسك هو بقربك، فالسيده اذا كان انبسطت بوجودك اكيد كلهم بينبسطوا، بس انه فيها هي تبوسك اذا كانت بحاجه لانها تعبر او تعبري لها. بالضبط. بتشوفي في اشخاص ممكن حدا يعبطهم او هيدا، فهيدي شغله كثير مهمه. بعدين بتقعدي بنقعد اذا سمحتوا الاجرين بهيدي الطريقه، الامتناع عن الاجر على اجر بهيدي الطريقه وكانه احنا قاعدين بصالون، والهز بدون شك انه شغله منا ضروريه ابدا ومنا حلوه اصلا، ولا بغير مطرح كمان، ولا بغير مطرح. فينا نقعد بهيدي الطريقه الاجرين لتحت، اذا كان شيء بنقدر نشبك بهيدي كمان الطريقه. بنقعد تقريبا 10 دقائق، اذا في ناس بتقدم قهوه نشرب القهوه، طالما في عند بالكنيسه نحن ما عندنا يعني ما عندنا اشياء دينيه بتنقال، بس عند الاسلام في عندهم قران، وقت طالما في القران الكريم عم بينشد يتلد ما بنقوم، وقتها بيخلص نقدر نقوم. فإذا على الأقل بنسمع هن ما بيطولوا كتير، تقريبا 5 إلى 10 دقائق ماكسيموم بنضلنا قاعدين بهالوقت، ما بينحكى وما بيعملوا أي شيء تاني إلا بيسمعوا. وكمان مش وقت هلأ لا نرد على الواتساب ولا نعمل إيميلات ولا شيء، هي هالعشر دقائق. ما بعرف ليش الناس هالقد صار عندها إحساس إنها منا قادرة تهدى، يعني بتحسيها كتير هايبر أكتيف، فنقعد بنصير كل الوقت حايسين، يا منشوف السيلولار. هلأ اللي بيقعد أوقات طويل كتير، يعني في أشخاص بتكوني أنت مثل قريب كتير بتقعدي 4-5-6 ساعات أوكي، بس الامتناع قدام الناس وعلى الأقل وقتها بيكون في إشي ديني. يلي عم يتلقى التعازي شو المطلوب منه؟ نحن عنا مثلا 3 أيام تعازي، في أشخاص بيجوا خصوصي عند شخص معين من من أفراد العائلة وما بيعرف كل أفراد العائلة، مطلوب إنه هالشخص يستقبل هالأشخاص أو بيبقى بمكانه وهن بيقعدوا العشر دقايق وبيفلوا؟ لا هلا نحن طبعا وقتها بنجي من عزة منا بحفل اجتماعي ومنا منتظرين إنه حدا يعرف عنا، يعني الشخص اللي بيعرفنا عرفنا،
في أشخاص ذو مراكز عالية ومراتب عالية، يعني مش ضروري يكونوا وزراء أو نواب، بس في لهم يعني أهمية بالنسبة لنا أو لشخص معين، وبيحب أنه هو يقدمهم إلى الأشخاص، فبيقدر أنه يأخذهم عند أهل الفقيد. يعني مثلا افترضي أنت جيك حدا حابة تعرفيه على أهل زوجك أو على زوجك أو على أشخاص من عائلتك، إجا عم بي يعني حابة، تقدري أنت تاخديه وتعرفيه عليهم، وبيصير التقديم بشكل كتير بسيط. أو ممكن حدا يتقدم منك ويقول لك بليز حابب شوف أنا أم الفقيد أو زوجته مين هي أي وحدة، فأنت بتاخديه وبتروحي بتعرفيه عليه، وهذا شغلة كتير طبيعية أنه تصير. إنما يجب أنه ما يتحول العزاء إلى مكان اجتماعي، ولو سمحتوا كمان مش وقتها هلأ لا ننكت ولا نحكي مع بعض ولا يصير في أحاديث جانبية، وحتى لو وصلنا 20 سنة مش شايفينا مش هلأ وقتها نرجع نستعيد الذكريات. فينا نعطي أرقام بعضنا بشكل كتير بسيط من بعد ما نخرج، أو ننطر بعضنا برا لحتى نحكي قد ما بدنا. إنما بقلب المجلس العزاء هو اسمه مجلس عزاء، وفي ناس مفجوعين، في ناس تعبانين نفسياً، يعني مقهورين، فممكن انه يرتد هالشي سلبا على تصرفاتهم. تخيلي انت انه قاعده وزعلانه ومقهوره، وبعدين ناس هون هيك قدامك جاي انه ما فرقاني معها، طب جاي بس خليها تحس، نحس نحن انا جاي حاسه معنا، ولا انت ليش جاي تقدمي واجب العزاء؟ مش انا عم بقول هون انه والله ممنوع الناس تحكي، لا، بس يكون صوت خافت وما يكون احاديث جانبيه. شوفوا انه الناس كلياتها عم بيتحدثوا وكأنه قاعدين عم بيعملوا صبحية، وفي ناس بيتمادوا بالموضوع جدا، بيصيروا يضحكوا وينكتوا، وهذا الشيء أكيد منه أبدا مستحب. القعدة هي كلها 10 دقايق بس، ما بدي أكتر من هيك، 10 دقايق بخشوع بصمت قدام الموت، قدام رهبة الموت، ويمكن وقتها كمان بنقدر نحن نصلي، نصلي لحالنا، نصلي للناس اللي منحبها، نصلي للناس اللي فقدنا لها. البكي منه ضروري، يعني مش أنا إذا ما عندي إحساس بالبكي فيي ما أبكي، بس ما فيي إنه أضحك على الأقل. فهيدي الأمور يلي مفروض نحن دايما في بقيات العزاء. كمان شغلة كتير ضرورية في الأكاليل يلي نحن بنبعتها، كمان في ناس بتقول بليز الاستعادة عنا بتبرعات للكنيسة، أو حتى في نحن نبعت مثل برقية عزاء للأشخاص اللي بعادوا إذا كنا نحن برا. هلأ فينا الاس ام اس، كمان هي طريقة للعزاء. وبدي أقول أنا هون كمان بدي شير، دايما وقت بيصير في عزاء وبدي يصير في موت، نحن كأصحاب الفقيد أو أصحاب شخص مثل حضرتك مثلا، وقت اللي فقدت زوجي بعيد الشر، وقت فقدت والدك، إجي هنا من الام تي في أنه كاتيا فقدت والدها، وهالشي بيساعد على أنه نحن كلياتنا نقدم لك واجب العزاء. وهيدي شغلة كتير ضرورية أنه نحن نحرص إذا ناس بنعرفهم أنه نقول للأشخاص الآخرين، ما ننتظر أنه الناس كلها بتعرف. طب أنا من وين بدي أعرف إذا ما صار في إعلان؟ مش كل الناس بتقرأ ذات الجرايد، ومش كل الناس بتشوف المواقع الاتصال. هلأ على الفيسبوك هل بحق لنا نعزي؟ لا، ما بحق لنا. بس بحق لنا نعلن؟ اي بحق لنا طبعا نعلن، وبحق لنا إذا حابين نعزي منعزي بالإنبوكس بيننا وبين الآخر، ويستحسن إذا ما بنعرف نمر التليفون وفينا نحط له كلمة جميلة جوا على الانبوكس مش على الوول، وإذا كنا بنعرفه نستعيد بهالشي يا بتليفون أو بSMS، يستحسن بSMS بهالوقت، لأن نحن بنعرف وقت بيكون الشخص مفجوع ما عنده وقت أبدا أنه يرد على كل الاتصالات. نادين شكرا لك. مرسي لحضرتك كمان. مشاهدينا وقفة هلأ ومنرجع منتابع ألايف، خليكن معنا. ما بعرف ليه عم بيشير